اليوم رانا متواجدين في مدينة سكيكدا روسيكادا. إذن راح نرحب بكم يا أطفال باش تجوا تقسموا الفرحة مع أطفال ولاية سكيكدا وكاع ولايات الشرق. يا أخي إذن يلا معنا نكتشفوا هذا الحفل البهيج والجميل مع أطفال سكيكدا. يلا معايا. سلام عليكم سلام سلام، شرفنا بحضوركم يا ضيوفنا الكرام. فالعم يزيد يرحب بكم وألف تحية أهديها لكم. سلام عليكم سلام سلام، شرفنا بحضوركم يا ضيوفنا الكرام. العم يزيد يرحب بكم وألف تحية يهديها لكم. قلوبنا فرحانة. فالعم يزيد يرحب بكم وألف تحية أهديها لكم. جيتنا برضاكم لبيتوا دعوانا، وإحنا يا بلقاكم قلوبنا فرحانة. العم يزيد يرحب بكم وألف تحية يهديها لكم. وألف تحية أهديها لكم. ما أحلى رؤياكم نورتوا يا أحبابنا، إن شاء الله يهنى بالكم في ظل لمعانا. العم يزيد يرحب بكم وألف تحية أهديها لكم. شكراً. مساء الخير. وش راكم يا أطفال؟ عمو يزيد يرحب بكم اليوم في هذه القاعة الجميلة في أول حفل لعمو يزيد في مدينة سكيكدا. شكرا شكرا. عمو يزيد متعود على جمهور مدينة سكيكدا من بكري. أول زيارة لي لمدينة سكيكدا كانت في سنة 96، ولكن هذه أول مرة كعمو يزيد نزوركم. راكم فرحانين يا أطفال؟ إذن يشرفني أني نكون اليوم معكم في هذه المدينة الجميلة. تحبوا حصة مع عمو يزيد؟ شكون اللي حافظ الجينيريك؟ هيا يا أطفال عطي لها الميكرو غني بنتي. هيا يا أطفال هيا نمتعكم بحصتنا من سحر وتهريج، ودوما تسلينا بوبي كتكوت وكوكو والكل. تعالوا هلموا إلينا انضموا مع عمو يزيد. هذه تعرفوها؟ هذه سهلة. تعالوا هلموا إلينا انضموا مع عمو يزيد. يلا نسمعوها كامل بصح تغنوا معايا. هيا يا أطفال هيا هلموا. يلا هيا يا أطفال هيا نمتعكم بحصتنا من سحر وتهريج، ودوما تسلينا طوبي كتكت وكوكو والكل يرافقنا. تعالوا هلموا إلينا انضموا يزيد. تعالوا هلموا إلينا انضموا عمو يزيد. الغزو
والشاطر يعطينا الحل. حكايات بها عبرة حكمة مثل معلومات وبها يا نور العقل. عمو يزيد تعالوا هلموا إلينا انضموا. عمو يزيد تعالوا هلموا إلينا انضموا. عمو يزيد. شكرا يا أطفال. شكون يقدر يقول لي وقتاش اليوم العالمي لحقوق الطفل؟ اليوم العالمي لحقوق الطفل. شوف مع الشابة هذه، واسمك بنتي؟ لينا. واسمك؟ لينا. لينا، شحال في عمرك لينا؟ 10 سنوات. 10 سنوات، واش هو الجواب وقتاش اليوم العالمي لحقوق الطفل؟ 1 جوان. لا، 1 جوان عيد الطفولة، ولكن اليوم العالمي لحقوق الطفل وقتاش؟ وقتاش؟ راهي بعيدة. قولي لي من تما تشوف. 21 جوان. لا 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 لا، شوف الشباب هذا، هذا الأول. معليش، واسمك؟ بدرو. واسمك؟ بدرو. بدرو، الله يبارك. شحال في عمرك بدرو؟ 11. 11 يوم؟ 11 سنة. بالي 11 شهر. واش هو الجواب ولدي؟ 6 جوان. لا 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 لا، اليوم العالمي لحقوق الطفل وقتاش؟ شوف منا، واسمك بنتي؟ شيماء. شيماء، الله يبارك. شحال في عمرك شيماء؟ 10 سنوات. 10 سنوات، واش هو الجواب؟ 11 مارس. لا 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 لا، ماشي 11 مارس. 11 مارس هو اندلاع مظاهرات 11 مارس 1900. شكون اللي يقدر يقول لي اليوم العالمي لحقوق الطفل؟ شوف الشابة هذه، اعطي لها الميكرو، اعطيه لها. احكمي بنتي، واسمك بنتي؟ شيماء. شيماء تاني. شكون اسم شيماء هنا كاع؟ شكون اسمها شيماء ترفد يدها هنا؟ صافا، ما كانش بزاف. شحال في عمرك بنتي؟ 11. نيوم؟ سنة. سنة، عم بالي 11 شهر. واش هو الجواب بنتي؟ 6 جويلية. لا 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 لا، اليوم العالمي لحقوق الطفل. أعطي للشباب هذا، واسمك ولدي؟ سمعتني وائل. وائل، شحال في عمرك وائل؟ 13 سنة. الله يبارك. واش هو الجواب؟ 6 جوان. لا 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 لا، يا أطفال ماشي في شهر جوان، باش نختصروا الطريق، ماشي في جوان ولا في جويلية ولا في ماي ولا في أبريل ولا في مارس. قولكم 6 شهور. يلا، شكون؟ شوف الشابة، شكون؟ أعطي لها، أعطي لها، أبعث لها الميكرو. واسمك بنتي؟ ريهام. ريهام، الله يبارك. شحال في عمرك؟ 11 سنة. 11 سنة، واش هو الجواب؟ 19 جوان. قلت لك ماشي شهر جوان. لا لا، أعطوا الميكرو للشابة هذه، واسمك بنتي؟ آية. آية، آية، جيبوها تقعد معايا هنا، طلعوها. يلا تعالي بنتي، تعالي. يلا بريمير لوج، هاي في اي بي. يلا هاي، طلعوها. يلا اصدقائنا يطلعوها. إذن برافو، ارجعوها شوية. واش راكي بنتي؟ واسمك؟ واش قلتي لنا اسمك؟ آية. آية، تحبي عمو يزيد؟ ها. تحبي عمو يزيد؟ نعم. إذا مرحبا بك بنتي، قعدي مع عمو يزيد. يا أخي ابقاي معايا هنا. عرفتوا ولا مازال؟ شوف منا، اليوم العالمي لحقوق الطفل. واسمك بنتي؟ نورهان. نورهان، شحال في عمرك؟ 10 سنين. 10 سنين، وقتاش؟ 3 ديسمبر. لا 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 لا، شكون اللي يعرف 3 ديسمبر واش هو اليوم العالمي لمن؟ اليوم العالمي، يلا نبدلوا السؤال بالك يجيكم سهل. 3 ديسمبر اليوم العالمي. واسمك بنتي؟ نور بوحافة. الله يبارك نور، شحال في عمرك نور؟ 9 سنين. 9 سنين، اليوم العالمي لي؟ المعاقين. تعالي أرواحي، جيبوها 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 لهنا. أرواحي بنتي شاطرة، ولكن السؤال مازال له قائم تاع اليوم العالمي لحقوق الطفل. مادام قالوا 3 ديسمبر وآية،
راي معانا هنا طرحت السؤال تاع 3 ديسمبر هو اليوم العالمي ماشي ما نقولوش المعاقين هي تقال على كل حال ولكن احنا ماذا بينا نقولوا ذوي الاحتياجات الخاصة يوم 3 ديسمبر هو اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة اعطيني الهدية تاعها صديقنا اعطيني الهدية تاعها اعطي لي شكرا اذا بنتي راعي البرنامج رامي برنامج مع عمو يزيد يهديك هذه الهدية المتواضعة باش تستفادي بها يا اخي كيف فرحانة الله يبارك يلا بنتي ارجعي لمكانك وقتاش واحد وعشرين جانفي واحد وعشرين ديسمبر لا 19 جانفي 5 جانفي 19 جوان عشرين تعال تعال أو قالها قالها 20 نوفمبر وكان عمو يزيد دار حفل كبير لو يمر دركا بديوان رياض الفتح بهذه المناسبة وقلنا بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الطفل سؤال آخر 20 نوفمبر هو اليوم اللي تبنت فيه منظمة الأمم المتحدة ميثاق حقوق الطفل ولكن من بعد هذا كل الدول صدقت على هذا الميثاق شكون يقدر يقول لي وقتاش الجزائر صدقت ومضات على هذا الميثاق هذا فوالا الجزائر مضات وصدقت على ميثاق حقوق الطفل اللي تبناته منظمة الأمم المتحدة في 20 نوفمبر 1989 ولكن الجزائر كباقي الدول مضاته في يوم ما واش هو هذا اليوم اللي سيبها نعطي له هدية على بالكم وكان تبداو لي من 1 جانفي 31 ديسمبر نباتوا هنا لازم تفكروا مليح وتعطوا لي التاريخ إذن وقتاش مادام كي تسقسي على الجواب سير ردي بالك يلا شكون عنده جواب عندها جواب صغيرة معليش تكبر على الطاعه والدين ان شاء الله واش هو الجواب 1 نوفمبر 10 جويلية شوفوا حاجة برك باش يتواصل الحفل فكروا في الجواب اليوم اللي صدقت فيه الجزائر على ميثاق حقوق الطفل في منظمة الأمم المتحدة يعرف قل لي 1 جوان بون باش نتفهموا مليح في ديسمبر باش هكذاك ما فوتوش على 12 شهر و 54 سمانة وكامل في ديسمبر لا لا مشي 21 مشي 4 معليش شحال لا لا مشي 24 5 ديسا لا 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 الكبار لا صغار فقط تفوتوا 16 سنة خلاص 16 سنة لا مشي 19 تعالي إذن الجزائر صدقت على ميثاق حقوق الطفل يوم 19 ديسمبر 1900 وعرا ها لا 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 بنتي هي الأمم المتحدة كلها صدقت يوم 20 نوفمبر 1989 إذا الجزائر مضات بعد هذا التاريخ هل الشطرة هذه زعما صابتها وحدها واش تقولوا شكون اللي قال لك قالت لي خالتي خالتك ودوك الهدية نعطوها لك ليك ولا لخالتك صاف
واسمها واسمها؟ صوفيا. صوفيا، وين تسكن؟ تسكن في 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 سكيكدا. تسكن في سكيكدا، ودارهم كيفاه دايره؟ بيضة بصحة ما عارف حبوش يخدموها. هي بيضة دارهم. وش حالهم يسكنوا في الدار؟ سكنوا 15. لا تعلم أمورهم إلا من صغارهم يا أخي. أوكي معلش، احنا برك باش نمزحوا شوية. أعطيني الهدية تاعها. معلش يا الهدية أنا أمور خالتها بصح معلش. أعطيني الهدية تاعها الشطرة هذه. مهم جدا اننا نعرفوا هذه التواريخ للعبره، للعبره، لان مثلا احنا في الجزائر الحمد لله الطفل عنده، عندنا عمل راهو يندار في مجال حقوق الطفل، ولكن كاين في العالم اطفال مضطهدين، اطفال مشردين، اطفال يتامى، اطفال بدون ماوى، اطفال فلسطين يا اخي اطفال. اذا للعبره لازم الانسان يكون فيه الخير يا اخي اطفال. تحبوا الخير؟ إذن بنتي راعي البرنامج أجل يهديك هذه الهدية المتواضعة، إن شاء الله تستفادي بها يا أخي. وقولي خالتك يعطيك صحة في دارهم البيضاء هذيك وين يسكنوا في 15، وباباها واسمه كريم. إيه داكور يلا. الله يبارك، الله يبارك. إذن أطفالنا مستقبلنا وسعادتنا، ولكن تربية أولادنا مسؤوليتنا كامل كما رانا يا أخي. عمو يزيد دار أغنية نقول فيها: حين أنهض من نومي أصلي الفجر مع أمي، أصلي الصبح وأدعو ربي بارك لي يومي. برافو برافو برافو، شاطر شاطر. لازم تجي لعندي، لازم تجي، تعال تعال أروح. إذن حين أنهض من نومي أصلي الفجر مع أمي، أصلي الصبح وأدعو ربي بارك لي يومي. يلا تغنوا كامل معايا. حين أنهض من نومي أصلي الفجر مع أمي، أصلي الصبح وأدعو ربي بارك لي يومي. حين أنهض من نومي أصلي الفجر مع أمي، أصلي الصبح وأدعو ربي بارك لي يومي. بسملة أول أفكاري بيميني أبدأ إفطاري، بسملة أول أفكاري بيميني أبدأ إفطاري، وعلى الله أقصد بابا باب الخير ورضا البال، وعلى الله أقصد بابا باب الخير ورضا البال. أحمل على ظهري محفظتي أقصد أنا درب المدرسة، وأنا ماشي أدعو الله أن يرفعني منزلتي. أحمل على ظهري محفظتي أقصد أنا درب المدرسة، وأنا ماشي أدعو الله أن يرفعني منزلتي. أدخل مدرستي بتأني قسما أنشده وأغني، أدخل مدرستي بتأني قسما أنشده وأغني، فعلومي أدرس وأثابر وأدابي أجزاء مني، فعلومي أدرس وأثابر وأدابي أجزاء مني. لما أعود بعد التعب في سبيل العلم والأدب، وأنا عائد أدعو الله أن يحفظ لي أمي وأبي. لما أعود بعد التعب في سبيل العلم والأدب، وأنا عائد أدعو الله أن يحفظ لي أمي وأبي. على أهلي ألقي السلام بأداب مني ونظام، على أهلي ألقي السلام بأداب مني ونظام، أقصد وأراجع ما كان وأصلي فرضي وأنام، أقصد وأراجع ما كان وأصلي فرضي وأنام. حين أنهض من نومي
وصلي الفجر مع أمي، وصلي الصبح وأدعو ربي بارك لي يومي. حين أنهض من نومي وصلي الفجر مع أمي، وصلي الصبح وأدعو ربي بارك لي يومي. بسملة أول أفكاري، بيميني أبدأ إفطاري. بسملة أول أفكاري، بيميني أبدأ إفطاري. وعلى الله أقصد بابا، باب الخير ورضا البالي. وعلى الله أقصد بابا، باب الخير ورضا البالي. أحمل على ظهري محفظتي، أقصد أنا درب المدرسة، وأنا ماشي أدعو الله أن يرفع لي منزلتي. أحمل على ظهري محفظتي، أقصد أنا درب المدرسة، وأنا ماشي أدعو الله أن يرفع لي منزلتي. أدخل مدرستي بتأني، قسما أنشده وأغني. أدخل مدرستي بتأني، قسما أنشده وأغني. فعلومي أدرس وأثابر، وأدابي أجزاء مني. فعلومي أدرس وأثابر، وأدابي أجزاء مني. لما أعود بعد التعب في سبيل العلم والأدب، وأنا عائد أدعو الله أن يحفظ لي أمي وأبي. لما أعود بعد التعب في سبيل العلم والأدب، وأنا عائد أدعو الله أن يحفظ لي أمي وأبي. على أهلي ألقي السلام بأدب مني ونضال. على أهلي ألقي السلام. أغسل وأراجع ما كان، وأصلي فرضي وأنا. أغسل وأراجع ما كان، وأصلي فرضي وأنا. برافو برافو برافو، حين أنهض من نومي. بعد بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، السيد مدير قصر الثقافة لسكيدة، باسمه ونيابة عن كل إطارات وعمال قصر الثقافة لسكيدة وقطاع الثقافة بولاية سكيدة، ونعتذر باسمكم للذين لم يستطيعوا الدخول لهذه القاعة نظرا لضيق المكان، إن شاء الله يعذرونا ويسمحونا. هذا هو عمو يزيد، وهذا هي حصة عمو يزيد. بارك الله فيكم، تحية لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كاين أغنية نقول فيها مدرستي مدرستي، كم أحب مدرستي، اسمها دوما في شفتي، أشد بها كأغنيتي، هي كنز المعرفة، فلتحيا مدرستي. إذن مدرستي. مدرستي كم أحب مدرستي، اسمها دوما في شفتي، أشد بها كأغنيتي، هي كنز المعرفة، فلتح يا مدرستي، فلتح يا مدرستي. مدرستي مدرستي كم أحب مدرستي، اسمها دوما في شفتي، أشد بها كأغنيتي، هي كنز المعرفة، فلتح يا مدرستي، فلتح يا مدرستي. فلتح يا مدرستي. مدرستي
لكسب العلم تتبناني على مستقبلي ترعاني يا بيتي يا الثاني وشطر من شطر حياتي وشطر من شطر حياتي كسب العلم تتبناني على مستقبلي ترعاني يا بيتي يا الثاني وشطر من شطر حياتي أمرح بأماني هي قصري ومملكتي هي قصري ومملكتي أدرس فيها مع إخواني أمضي إليها بتفاني ألعب أمرح بأماني هي قصري ومملكتي هي قصري ومملكتي سنة من بعد سنتي سنة من بعد سنتي ما أحلاها ما أبهاها لا تنساني لا أنساها ويزيد في قلبي هواها سنة من بعد سنتي سنة من بعد سنتي مدرستي مدرستي كم أحب مدرستي اسمها دوما في شفتي أسم بها كأغنيتي هي كنز معرفتي فلتحيا فلتحيا مدرستي اسمها دوما في شفتي أشكو بها لك أغنيتي هي كنز المعرفة فلتحيا مدرستي فلتحيا مدرستي برافو شكرا 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 بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم نشكر عمو يزيد اللي جانا لسكيكدا وشرفنا وفرح اطفالنا ومرحبا به في ولايه سكيكدا وناس سكيكدا كامله فرحانه به لهنا عندنا شكرا نقول له شكرا يجيتي ودرتي لنا الحفله هنايا وشكرا يجيتي للجزائر هذه مبادره مليحه لولايه سكيكدا واول شيء صرا في ولاية سكيكدا وهذه حاجة مليحة بزاف بزاف وخاصة للأطفال الصغار ونتمنى دوم هذه وتتكرر في مناسبات أخرى